على الاي سي رقمه 08، تمام. عندنا 14 بن، بنوصل الفي سي على بن رقم 14 والجراوند على بن رقم 7. الاوتبوت بتاعنا هيكون على 1 و2، هتبقى اند. الاول بتاعتنا بقى هتبقى 3 متصلة بالتوالي مع مقاومة وولد بس كده. هنا دي الانبوت، الرجل رقم 1 ورقم 2، دول انبوت للاند جيت مش اوت، ماشي؟ دول انبوت، والاي سي بتاعك 74 ال اس 08. طيب دلوقتي الليد دي الرجل الطويله اللي هي مين؟ الموجب، والرجل القصيره السالب. طيب الجراوند وصل على رجل كام؟ الرجل كام في الاي سي؟ سبعه. طب والفي سي سي؟ 14. طيب ليه احنا موصلين المقاومه دي مع الفي سي سي؟ عشان خاطر لو الجهد عالي ما يحرقش الليد والباور، ما يحصلش الاي سي، ما يحرقش الاي سي، ويبقى هنا يحصل اي فولتج دروب يجي على مين؟ على المقاومه الزياده. طيب تعالى بقى ايه نشوف الكلام ده. هنا ادي كده، ده الاي سي بتاعنا اهو، هو اند جيت اللي هو 74 ال اس 08. احنا موصلين دلوقتي هنا ده الفي سي سي، واصل معاه ادي المقاومه، ودي واصله هنا على الرجل رقم 14. الناحيه الثانيه واصل معانا ادي هنا الانبوت الاولاني والانبوت الثاني، وبعد كده الاوتبوت خارج من المقاومه، خارج من المقاومه وداخل على مين؟ على الرجل بتاعه الليد، ماشي؟ بعد كده الليد الرجل الثانيه واصله على مين؟ واصله على الجراوند. الجراوند واصل فين؟ واصل في البن دي، تمام كده؟ تمام. تعالى بقى نشوف الانبوت، احنا موصلين هنا انبوت 1 وانبوت 0. تعالى جرب شغال كده الفولت اهو، تمام. هنا الليد ما نورتش، يبقى انا كده ان ايه 1 و0 مخرجه 0. طيب تعالى نشوف بقى لو 1 و1، متأكد بس انت موصل صح؟ تمام، يبقى 1 و1 مطلع ايه؟ 1، مطلع 1، 1 و0 كان مطلعها 0، يبقى ده كده الكروس تيبل بتاع الهاند جيت.